تيمور الهلال ونير بنت برنس رام الملك عماد ابو السامير من كفر كنا القياده للصقر زنور حبيبنا الفرسان ظهورها عبد ابراهيم يا طلعوا لنا هذول الدخان جيبوه عبد ياسيف انطلق على صفة مختار العاديات بن امرالجي وتركيز الملك عبد صدقي طاهر مدربين المزرعة واسطبلات العاديات القيادة لعبد العصيب إبراهيم أبو عرار على صوت شكلان بن آر إف إي فريد الأم جليلة الملك عمار راتور مدرب الفارس إبراهيم أبو عرار وفعلا انطلق الشوط السابع على بركة الله انطلاقة موفقة لهذه المجموعة ما شاء الله تبارك الله نشمي ينتزع الصدارة من البداية مع الزنور عبد العصيب على صوت مختار العاديات بالمراتب الثانية مع عبد العصيب ترقب إبراهيم أبو عرار على صوت شكلان من الخلف بالمراتب الثالثة الأمهار في مجموعة واحدة قرابة دخول هذه الأسماء المنعطف الأول مختار العاديات ونشمي رأسا على رأس الصدارة الآن لمختار العاديات مع عبد العصيب الأمهار ما بين المنعطفين ما شاء الله تبارك الله إبراهيم أبو عرار يبدأ الآن بتقليص الفارق مع شكلان إلا أن مختار العاديات ما يزال متصدر هذه الكوكبة الأمهار خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم من الداخل مختار العاديات من الخارج نشمي نزع على صدارة هذا الشوط ما شاء الله شكلان أيضا يندفع والآخر في الأمتار الأخيرة الصدارة ما بين مختار العاديات ونشمي رأسا على رأس مختار العاديات ونشمي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا المستوى يا سلام على هذا الشوط المميز نزيه كعبية أبو الأمير اتضح أن المرتبة الأولى ستقسم لكلا نشمي ومختار العاديات مبروك المبروك أبو آدم مبروك عبد صدقي طه مبروك مزرعة العاديات واسطبلات الأمريكي ما شاء الله تبارك الله الشوط حلو كان يا شباب الشوط أحلى من أنه واحد يأخذ أول وواحد يأخذ ثاني أو اثنين أول أو اثنين ثاني الشوط يجنن والله يجنن لا طبعا الحال واحد أكيد مبروك ألف مبروك نشمي مبروك مختار العاديات مبروك أبو آدم مبروك عبد صدقي طه مبروك اسطبلات الأمريكي ومزرعة ومدرسة العاديات مرتبة ثالثة حبايبنا تفضلوا مرتبة ثانية خلينا نقول ثانية مرتبة ثانية لشكلان من آر إف إي فريد وجليلة الملك عمار راتور إبراهيم أبو عرار الفارس والمدرب بهذا المهر شكلان مبروك ألف مبروك حبايبنا عمار راتور Hold on, hold on.